السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ ايكونوميست، مرحبا بكم في حلقة جديدة فيما يخص مفاهيم علوم التسيير. وهذا المرة إن شاء الله الموضوع ديالنا غيكون موضوع اللي هو جد مهم، يتدوى على القرارات الاستراتيجية داخل المقاولات. خاصنا نعرفوا بأن في التعريف ديال المقاولة كتعتبر مركز لصنع القرارات، لأن الشركة في شكل يومي كتاخذ القرارات اللي كنحاولوا نسيروا بها المشاكل ديالها، وكنسيروا بها الحياة الطبيعية، وكنسيروا بها حتى الموارد البشرية اللي كيكونوا داخلين عندنا داخل المقاولة ديالنا. الوغ علاش غادي ندويو على القرار الاستراتيجي؟ غندويو على القرار الاستراتيجي لأن القرار الاستراتيجي كيعتبر بين الركائز الأولى اللي خاص الإدارة العامة أنها تحطها باش يمكن لها تسير المقاولة ديالها في وسط واحد لونفيرونمون، يعني واحد المحيط اللي كيشكل خطورة على لا سورفي ديال لونتربريز، يعني على أن الشركة باش تقدر تبقى عايشة داخل المحيط ديالها وتوصل الأهداف ديالها ضروري تاخذ القرارات الاستراتيجية. الوغ نبداو نقولوا علاش كيتسمى قرار استراتيجي. كيتسلى القرار الاستراتيجي لان لا ديوغي دو ريفليكسيون ديالو كتكون طويله شويه، يعني المده الزمنيه اللي كناخذوها باش ناخذوا قرار استراتيجي كتكون طويله، لان ما يمكنش نحطوا واحد القرار اللي غادي يكون غلط واللي ما غاديش يكون خدا بعين الاعتبار التغيرات المستقبليه والمحتمله داخل المقاوله ديالنا. الوغ استراتيجيه لانك تاخذ الاداره العامه بالتنسيق مع جميع الادارات اللي كيكونوا تابعين لها داخل المقاوله، وبالتنسيق مع دي سبيسياليست اللي كيحاولوا حتى هما يعطيونا واحد النظره على هذا نوعية القرار. مثال بحال من الشركة كتبغي تحاول دير واحد المنتوج جديد، ولا كتبغي دير واحد شراكة مع شركة جديدة، هادو كتعتبروا قرارات استراتيجية لأنهم كيحاولوا كيخليوا الشركة كاملة تكون عندها واحد لا ريسبونسابيلتي، يعني ايلونجاج اون سيغتان ريسبونسابيلتي سور لو لون تيرم. وحتى يعني هاد القرارات هذا يعني لوبجيكتيف ديالهم، يعني الهدف منهم انهم ما يمكنش لنا نشوفوا ما يمكنش لنا نوصلوا ليه في واحد المده زمنيه اللي قصيره. الهدف كيكون واحد الهدف اللي هو تواني على لو لون تيرم، يعني في واحد شويه ديال كنتسنى واحد شويه باش نقدروا نشوفوا ليفي ديال هاد لا ديسيزيون هذه. الوغ هاد القرارات الاستراتيجيه واش كنجيو تنحطوهم؟ لا، ما يمكنش. ما تسمى استراتيجي الا عندنا واحد المراحل اللي هي علميه واللي كنسميوها حنايا لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك، يعني التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي فهو مبني على دراسه ديال حاله الشركه من الداخل ديالها ومن الخارج ديالها، يعني هي في لا بوزيسيون ديالها بينها وبين لونفيرونمون. وهنا انتم قريتوا في دياغنوستيك انترن واكسترن اللي كتكون من لاناليز دي فورس دي فيبليس دي زوبورتونيتي دي مناس. من فوا تنحاولوا نديروا هاد الدراسه هذه ديال الحاله الداخليه والخارجيه ديال الشركه ديالنا، تنحطوا واحد الاهداف معينه اللي تنبغوا نوصلوا لهم، والاهداف اللي كتماشى مع الحاله ديالنا، لاننا ما يمكنش نحط واحد الهدف اللي كبر من الشركه، وما يمكنش نحط واحد الهدف اللي ما عمرنا غادي نوصلوا ليه. الهدف حتى هو كيكون مبني على واحد الاسس اللي غادي نشوفوها في فيديو واحد اخر. ملي كنحطوا الاهداف ديالنا تنحاولوا نديروا واحد استراتيجيه، وما بين الاستراتيجيه اللي كاينين نتوما راكم عارفين، يعني غنحاول ندير واحد الحلقه اخرى اللي غادي ندوي فيها على الاستراتيجيه اللي كتقدر الشركه ديرهم باش توصل الاهداف ديالها. عندنا الاستراتيجيه ديال لا سبيسياليزاسيون، استراتيجيه ديال لا ديفيرسيفيكاسيون، عندنا انكور بارمي لي استراتيجي عندنا الانترناسيوناليزاسيون، عندنا استراتيجي دان بارتيسيون اللي كتكونوا من الجروبمون دانتيغي ايكونوميك، من الفرانشيز، من لا كونسيسيون. هادو كاملين انواع ديال الاستراتيجيات اللي كتحاول ديرهم المقاوله باش توصل للهدف ديالها على المدى البعيد. الوغ من هنايا اون فوا تنحاولوا نحطوا لا استراتيجي تنحاولوا نجيبوا لو بيدجي ديالها، يعني لو فينانسمون ديالها، لان لا استراتيجي كيكون عندها واحد لوكو، وهذاك لوكو حتى هو الشركه كدير واحد الدراسه معمقه من الناحيه الماديه ديالو. اون فوا كتجيب لو بيدجي ديالو كتلونسي لا استراتيجي، و اون ميم طون كدير سكون ابيل واحد لو بيلوطاج، يعني تسيير اللي هو ديناميك اللي هو فلاس طوميم كتحاول ديرو الشركه باش ممكنش ليها تخرج على الاطار ديالها. وفي الاخر شنو كيوقع؟ كدير سكون ابيل لا فيريفيكاسيون ولا لو كونترول دي زيكار، يعني ملي كتوصل واحد المده زمنيه وكنكونوا حنايا تنحاولوا نديروا هذا السير المؤقلم، والسير اللي هو مبني على واحد ان سيغتان ديناميزم، في الاخر كنشوفوا وصلنا الهدف ديالنا ولا ما وصلناش الهدف ديالنا. الوغ باش ما نطولش عليكم، كان معكم امين الله ومرحبا بكم اونكور اون دوزيام فوا في هذه السيري ديال لي فيديو بلوتو سي دي انجستغمون اوديو. ولا عندكم تساؤلات خليهم لي لتحت في لاشين يوتيوب، ولا بغيتوا تحاولوا تكتشفوا اكثر ما عليكم الا تدخلوا البروفيل بيرسونيل ديالي امين نصر الله، وركوا على ابوني. الله يعاونكم، والى اللقاء الى حلقه مقبله ان شاء الله. ميرسي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخ ايكونوميست، مرحبا بكم في حلقه جديده فيما يخص